يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للكافر أن يبني مسجدا للمسلمين؟ وهل المسلمون يقبلون بذلك؟ لا بأس بذلك إذا كان المال حلالا ليس فيه شبهة ولا حرام، فلا بأس. ولكن كون المساجد يبنيها مسلمون لا شك أن هذا أبعد عن الإشكال وأحسن، لكن إذا تبرع كافر بمال حلال وبنى فيه مسجد فلا مانع من الصلاة فيه. نعم.